السلام عليكم اخواني اخواتي، في هذا الفيديو غادي نوريكم السياره ديال ترانزيت فورد موديل 98، الديوانه ديالها في 2009. المهم غادي نعطيكم التفاصيل ديالها والحيثيات ديالها، تابعونا في الفيديو، واللي بغى المعلومات غادي تلقاو الرقم ديالها وشاركوا. السلام عليكم، معنا واحد فورد ترانزيت للبيع، موديل 1998، ديوانة في 2009، وهالهاتف قول لي بعدا. قول لي اخويا رشيد، مازوط ياك؟ مازوط. شحال في المية في الكونسوماسيون؟ كيف ما قال لكم الاخ، كتكونسومي في المدينه 6%. ديواني كما قلنا لكم، الديوانه ديالها ديوانه 2009، الله يسخر اللي بغاها. ها هي راه الساعه ورا ساده، بغيت نحلها لكم ولكن راه ساده. فين انت؟ وين هي؟ نصوروا شويه من داخلك. كيف ما كتشوفوا الحالة يعني راه مزيانة، طولي الصباغة الأولى ياك؟ لا مصبوغة، ما فيها أكسيدونتي، ما فيها والو. لا والو، الأصل ديالها هو البيض. 16 هذيك اللولة زدتو ليها جبينة. هي الكريز وين؟ كيف ما كتشوفوا هذه هي الترانزيت ديالنا، اللي بغاها غادي نخلي لكم الرقم ديالها كما كتشوفوا. راه اخواني بغينا نحل لكم، ولكن صاحب السيارة شوية مشغول كيف ما كتشوفوا حالة يعني راه مزيانة، كيف ما قال لكم راه الطولي ديالها ماشي اكسيون دونتي، اللهم بارك الله يسخر ليه. شحال ديال المساعدة ولا عندي؟ كيف ما كتشوفوا اخواني، هذه هي الترانزيت ديالنا، واللي مهتم هذه كتصلح صحاب ديال المحلات، صحاب المحلات اللي عنده بغى يبدا شي مشروع، اللي عنده شي حانوت، اللي عنده سلعة. لاسونس ديالها شحال اللي بغى يقطع عليها الواحد؟ دابا اللي عنده الأقدمية عنده 90، واللي عاد باقي جديد 102 وشي 300 ريال، يعني 5000 درهم تقريبا. اللي ما عندوش الأقدمية، يعني أقدمية بغيت تقصد في البريمي قديم؟ اللي عنده الأقدمية. هكا، هي شحال كتسوي يوم بلاصة؟ شحال فيها من بلاصة هي؟ 8 البلايص. كيف ما شفتوا 8 د البلايص، شحال كتحسب هذه؟ دو بورت ولا كات بورت؟ هذه دو بورت ولا كات بورت؟ صغيره كيف ما كتشوفوا اخواني اخواتي. المهم ها الرقم، لو بغيتوا تتواصلوا مع هنا في سلا، هنا في سلا ها الرقم ديالو، وتبارك الله راه فيها يعني حتى هذا ديال الحاملات.
واه واهم حاجة شحال الثمن؟ احنا كلشي عطيني 11700 ومولاها طالب 12 اونص والله يسخر الله يجيب مكتب. عطي ليه دابا هو طالب فيها 12 اونص كيف ما كتشوفوا اخواني 12 مليون ونص. وعطاو 11700 المهم على بدل الروايد. هي تبغي نقول لك انا بقيت بغيت نسولك على الروايد هادشي اللي بان لي. راه بغيت نقول لك راه بغيت نسولك داك الشيء يعني الروايد راه هادو 20 واقيلا بوس ولا 19 لا 15 بوس. وكيف ما كتعرفوا راه الفورد شركه امريكيه راه غوبوس يعني المليح والصح. الشركه ديال فورد سيرتو في هاد السيارات ديال نقل البضائع ولا السيارات العائليه الكبيره لي فورغون كيكونوا سيارات قويه شركه مرموقه. وكيف ما سمعتوا من صاحب السياره راه طالب 12700 ولا اونص 12 اونص. لا انت طالب فيها 12 اونص يعني 12 مليون و100 الف ريال. كيف ما قال لكم راه لاسيرونس كتختلف على السائق واش قديم ولا البريمي ديالو جديد. الروايد راه كاملين بدلهم ال 15 هادو يعني كيف ما كتشوفوا غير ركب الله يسخر. ادير اللايك وهادشي اللي كاين راه اخواني غير عذروني راه بغيت نحل لكم. حتى تبارك الله الصالون راه الصالون كيبان مزيان الصالون راه نقي. وهذه اللي بغى شي واحد يدير حتى كارافان الناس اللي كيعشقوا السفر والترحال غير ان شاء الله في الفيديو لحق ان شاء الله نقدر نصور لكم الداخل ديالها. ولكن راه كتبان ليا يعني الحاله مزيانه وهادشي اللي كاين. هذه كراسه اللور عائليه. هي عائليه راه شايف الكراسه اللور والقسمه في النص يعني راه يعني عائله كبيره مول الهري مول الحانوش درو غري واش تقدر تمشي تنقل المدرسي الا عفوا قادوه تمشي تنقل سونتراليزي ياك وراه هي سونتراليزي. وكتشوفوا المرايات غاتخابال كيقول لها راه ترابار كيطواو ياك كيطواو ايوا هادشي اللي كاين. كيف ما قلت لكم راه طالب هو 11 12 و100 عطاو 11 500 الله مات. المهم علينا شراك سمعتو في التعليق ولا الرقم عندكم في الشاشة تواصلوا عليه وغادي نحط لكم في صندوق الوصف. ولا السرعة راه ماشي اوتوماتيك راه يدوية نقل السرعة يدوية. شحال بواطا فيتاس 6 شحال 5 يعني 5 في نقل السرعة العلبة ديال التروس 5 سرعات 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 سي كيقول لي لا سرعة باش تعاود تنطق ليا تعقد لي لسان صايم. ايوا ما كتشوفوا هذه هي السيارة. ايوا الله يسخر.